أطلقنا اليوم 5 مشاريع تتبع 4 شركات سعودية. المشروعين الأولين للمشروع في صناعة الكيماويات غير العضوية، والمشروع الثاني في معالجة المعادن، المشروع الثالث في الصناعات الدوائية، والمشروع الرابع في صناعة الورق، والمشروع الخامس في صناعة عصائر عالية الجودة ومعروفة في السوق الجزائري. أعتقد أنها تتجاوز، ما أذكر الرقم بالضبط، لكن بالتأكيد تتجاوز 100 مليون دولار، لكن هذه طبعا ليست الاستثمارات السعودية، هذا ما دشن اليوم، هذا ما دشن اليوم، ولا الاستثمارات السعودية عموما تصل إلى تتجاوز 1 مليار دولار.